السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. يعاني نتنياهو وتحالفه الحاكم من حالة إنكار غير مسبوقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي في تعاملهم مع الحرب على قطاع غزة. لم يتعود قادة الاحتلال على فكرة الهزيمة والفشل بعد رصيد تاريخي طويل من النجاحات وفرض الهيمنة إقليميا وعالميا، وبعد أن ظنوا أنهم صاروا قاب قوسين أو أدنى من إغلاق الملف الفلسطيني ودخول المنطقة في العصر الإسرائيلي الأمريكي. نتنياهو الذي كان يظن نفسه الملك غير المتوج لإسرائيل وكان يعيش حالة من الغرور والعجرفة، لم يستوعب بعد حجم الخسائر التي تعرض لها جيشه على يد قلة مستضعفة من كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة الأخرى، وأن يعيش هو وحكومته فجوة تزداد اتساعا بين رغباته وأهدافه وبين قدراته وإمكاناته في التنفيذ على الأرض. والنتيجة أن الواقع أو الوقوع في حالة الإنكار وعدم الواقعية لا يؤدي إلا إلى المزيد من التخبط وفقدان الاتجاه ودفع مزيد من الأثمان والخسائر إلى أن يضطر للنزول عن الشجرة، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي للتدخل المباشر في الدفع نحو عقد صفقة مع المقاومة في محاولة لإنقاذ إسرائيل من نفسها كما ذكر بعض المحللين. واليوم نتساءل، لماذا أصدرت المحكمة العليا الصهيونية في سابقة من نوعها قرارا يلزم الحكومة بتجنيد الشبان من طائفة الحريديم؟ كيف يتغلب الغزيون على الأوضاع الكارثية التي يتسبب بها الاحتلال من جرائم وتجويع؟ ما توقعات الحرب على غزة في ضوء إصرار نتنياهو على مواصلة الإبادة ورفض مبادرات إنهاء الحرب؟ ولماذا ينظر الاحتلال للصحفيين في غزة على أنهم أهداف مشروعة للقتل؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو. ارحب بالدكتور وسام عطله الباحث في الشان القانوني والسياسي، مرحبا بك معنا دكتور. اهلا وسهلا بك والساده المشاهدين. كما يسعدني ان ارحب بالدكتور سعد نمر، استاذ العلوم السياسيه في جامعه بيرزيت من الضفه الغربيه عبر سكايب، مرحبا بك معنا دكتور. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكافة الأخوة المشاهدين. يسعد مساك، ويسعدني كذلك أن أرحب عبر الخط الهاتفي من القاهرة بالدكتور أحمد غنيم الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك معنا. مرحبا بك أستاذ يونس وبالسادة المشاهدين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور وسام بالحديث عن هذه الحالة من الإنكار وعدم استيعاب الهزيمة الإسرائيلية أو عدم القدرة على تحقيق الأهداف، كيف انعكست على أرض الواقع في نوع من التخبط، نوع من فقدان الثقة ومن عدم المقدرة على إنجاز الأهداف المعلنة؟ نعم، يعني هذه الحرب التي على مشارف انتهاء الشهر التاسع والذي لم يكن متصور لا لدى القيادة الإسرائيلية ولا لدى حليفتها الاستراتيجية القيادة الأمريكية، أن هذه الحرب على قطاع غزة ذات البقعة الجغرافية ضيقة وصغيرة جدا وعلى قوى المقاومة التي لا يتعدى يعني تعدادها البشري بضعة آلاف ولا يتعدى يعني قدرتها العسكرية على بعض التصنيع المحلي وليس الدولي، وبعد حصار استمر 17 عاما لقطاع غزة منذ عام 2006 يعني لم يتوقعوا جميعا إطالة أمد هذه الحرب إلى هذه اللحظة، خاصة أنهم وضعوا أهداف محددة لهذه الحرب، ويعني حتى هذا اليوم ونحن في هذا الاستوديو لم يتم تحقيق أي هدف من الأهداف سوى تدمير الأعيان المدنية، قتل النساء والأطفال والصحفيين في أعلى أرقام قتل في العالم، وهذا يعني توج بإدراج إسرائيل لدى الأمم المتحدة على القائمة السوداء كالأولى على اعتبارها الأولى في قتل الأطفال حول العالم. هذه الخسارات المتتالية لإسرائيل، خسارات على الصعيد السياسي، خسارات على صعيد القانون الدولي، خسارات على منصة الأمم المتحدة، خسارة على الوضع الاقتصادي أيضا، المقاطعات الاقتصادية الكبيرة. بالتالي كما تفضلت في مقدمتك التي استمعت لها جيدا، بات المشروع الإسرائيلي كله في خطأ وفي تراجع وجودي حقيقة. هم استشعروا هذا الخطأ منذ اليوم الأول حينما قالوا أن هذه حرب الوجود، وعلى مدار هذه الحرب يعني لم يتوانى وزير الدفاع يوف جالانت وهو صاحب التاريخ العسكري الإجرامي الطويل وهو صاحب نظرية الدخول البري والتدمير الواسع، إلا أنه قال لم تخض إسرائيل حربا مثل هذه الحرب
منذ 75 عام. نعم. يعني كل الحروب السابقة التي خاضتها مع الدول العربية مع دول الجوار لم تكن حرب بالنسبة لهم، عمليا هم احتلوا قطاعات من الدول العربية بثلاث فرق عسكرية، اليوم يدخل إلى قطاع غزة بست فرق عسكرية، ومنذ يومين وهو يقول الجيش بحاجة إلى إضافة فرقة عسكرية جديدة للسيطرة على قطاع غزة. ولذلك ذهب مضطرا إلى إصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة إلزام الحريديم وهم الطائفة المتدينة المتزمدة بالتجنيد في جيش الاحتلال من النقص الذي حصل دكتور سعد معه خلال هذه الشهور الطويلة من الحرب. الآن يحاول الاحتلال بعد أن انقلب على كل القرارات والمبادرات سواء المبادرة الأمريكية أو القرارات الأممية، قرار مجلس الأمن الأمم المتحدة كلها ضربها بعرض الحائط، ويريد أن ينهي الحرب التي لم يبدأها في الواقع بالطريقة التي يراها مناسبة بعد أيام قليلة كما تقول التحليلات. يعلن الجيش الإسرائيلي عن نهاية العملية في رفح ثم الدخول في عملية جديدة قد تكون مركزة بالاغتيالات والاستهدافات واستمرار الإبادة وما إلى ذلك، والبحث عن حل لليوم التالي الذي يفشل فيه الاحتلال حتى اليوم، بمعنى أنه لم يستطع أن يوجد حلا فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة، من سيديره وكيف سيديره، مع أن هناك وجهة نظر تقول بأن نتنياهو لديه خطط وهو ذاهب باتجاه تنفيذها تتعلق بحكم عسكري مؤقت في قطاع غزة. عن محاولة إسرائيل إنهاء هذه الحرب بطريقة أو بأخرى أو التقليص من حدتها نتحدث دكتور سعد، كيف ترى هذا الأمر؟ مساء الخير لك أخي يونس مرة أخرى ولضيوفك والإخوة المشاهدين. يعني عندما تم توصيف الحالة الإسرائيلية الآن في قطاع غزة بأنها في المستنقع فهذا كلام سليم 100%. هي الآن تتورط في مستنقع لا تستطيع الخروج ولا تستطيع التقدم. يعني إشكالية إسرائيل في التورط في موضوع غزة وتحديدا بناء على قرارات نتنياهو الذي لا يريد الذهاب باتجاه صفقة ومحاولة الخروج من الأزمة ووقف إطلاق النار. الآن إسرائيل هي في ورطة حقيقية في غزة، هي لا تستطيع البقاء لأن المقاومة ما زالت تستنزفها، وكل يوم تتأخر فيه إسرائيل في البقاء في قطاع غزة سيكون هناك استنزاف جديد. وقد رأينا خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل عدد العمليات النوعية التي قامت بها المقاومة بمختلف فصائلها ضد التواجد الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وبالتالي التفكير أو كما قال نتنياهو بأنه يريد الخروج من غزة ولكن بعد القضاء على قدرة حماس وتنصيب حكومة مدنية جديدة في غزة موالية لإسرائيل أو تتعاون مع إسرائيل بدون تسليح طبعا وتقوم بالمهام بعد القضاء على حماس. هنا يعني يجب إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة التي صرح بها نتنياهو نجد عدة إشكاليات فيما يقول. أولا إسرائيل لم تنتصر في حرب غزة حتى الآن لتملي أي نوع من أنواع الشروط. ثانيا لا يوجد أي فلسطيني على استعداد أن يتوافق مع إسرائيل لأنه سيكون آت للحكم على ظهر دبابة وعلمه أن المقاومة ما زالت موجودة. هذا يستدعي إذن بالضرورة من إسرائيل البقاء في غزة لحماية هذه الحكومة لئلا تنهار بشكل سريع جدا، وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل ما زالت وستبقى متورطة حتى في اليوم ما بعد وقف إطلاق النار وإيجاد إذا وجدوا حكومة مدنية لحكم غزة سيضطرون للبقاء لحمايتها، وإلا سيتكرر المشهد بالضبط كما حصل مع أمريكا في أفغانستان عندما نصبت حكومة وبعد خروجها من أفغانستان لم تستمر هذه الحكومة سوى ساعات قليلة وانهارت مباشرة. وهذا ما يحصل سيحصل في غزة. إذا أراد نتنياهو أن يسمي هذا انتصارا فليكن، يعني العالم والجميع يدرك ونحن ندرك وإسرائيل الدولة العميقة تدرك أنها هزيمة لإسرائيل وليس انتصار بأي شكل من الأشكال. ما يحاول نتنياهو القيام به هو تصوير شكل للانتصار،
دبلوماسيا سياسيا أو على الواقع على الأرض هو لا يستطيع تحقيق ذلك، وهذا أصبح واضحا جدا لدى كل الساسة الإسرائيليين الذين صرحوا بذلك. وبالأمس هناك عدة تصريحات أيضا أمريكية بنفس الاتجاه بأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس وأن عليها التفكير بشكل جدي في الخروج من غزة مع يعني بعض الترسيمات. توافق الأمريكان مع الإسرائيليين بضرورة إيجاد حكومة جديدة أو نوع من الحكم جديد في غزة يستثني المقاومة الفلسطينية ويستثني حماس تحديدا، وهذا ما لن يكون لأنهم لا يستطيعون أن يملوا على الشعب الفلسطيني طبيعة من سيحكمهم ما دامت المقاومة بخير وما دامت المقاومة ما زالت موجودة في غزة. نعم، هذه نقطة دكتور أحمد هي تمثل المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. أولا إسرائيل دخلت إلى هذه الحرب بشكل مفاجئ، لم تكن تخطط للدخول إليها واضطرت للتعامل معها، يبدو أنها لم تمتلك خطة واضحة ورؤية واضحة، وبدأ نتنياهو يتورط كما تفضل الدكتور سعد شيئا فشيئا في القطاع لعدم وجود هذه الرؤية الواضحة. اليوم عندما يجري الحديث عن محاولة إسرائيلية لإنهاء الحرب بشكل أو بآخر دون القدرة على إيجاد سلطة تحكم في قطاع غزة، عن أي نوع من الانتصارات الإسرائيلية نتحدث إذن والذي يحاول نتنياهو ترويجه؟ تحياتي لك أستاذ يونس وللسادة المشاهدين عبر فضائي تفاصيلين. يعني كما تفضلت وكما تفضل ضيوفك الكرام لأن نتنياهو منذ 9 أشهر لم يحقق أي انتصار سياسي أو انتصار عسكري في قطاع غزة سوى تدمير البنية التحتية والبنية الفوقية وقتل الأطفال والنساء. على صعيد اليوم الذي يعني اليوم التالي لانتهاء الحرب، هذه هي المعضلة التي تواجه نتنياهو وتواجه الإدارة الأمريكية مجددا. لا أحد يريد أن يحكم قطاع غزة، فالسلطة الفلسطينية لا تريد أن تأتي على ظهر دبابة إسرائيلية وتحكم قطاع غزة. وقالتها السلطة الفلسطينية، نحن تركنا غزة عام 2007 وغزة في كامل قوتها وفي كامل بنيتها التحتية وفي كامل وجودها، هل من المنطق أن نأتي لحكم قطاع غزة وهي مدمرة؟ وطبعا أنا يعني أشكك في هذه الرواية لأن ربما كانت هنالك تحركات لبعض الموالين للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وتحديدا لجهاز المخابرات الذين استعادوا تنظيم بعض الصفوف من أجل السيطرة على بعض المناطق في قطاع غزة، وأنا متأكد بأن هذه المحاولات فشلت وستفشل مستقبلا. وكما تحدثنا يعني توجد بعض الترتيبات الإسرائيلية أيضا من أجل تنصيب بعض العائلات المتواجدة في قطاع غزة. بعض التقارير المحلية تتحدث بأن المقاومة الفلسطينية قد قامت يوم أمس بتصفية أحد يعني مخاتير العائلات المتواجد في مدينة غزة دون ذكر اسم هذه العائلة، بتهمة أن هذه يعني مختار هذه العائلة يريد أن يدخل ضمن التنسيق مع الاحتلال من أجل الحكم ومن أجل يعني تسيير بعض الأمور المدنية في حال انتهاء الحرب على قطاع غزة. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أخي يونس يدرك تماما بأن ما لم يحققه الاحتلال بالضغط العسكري وبالقصف والتدمير لن يحققه من خلال الشعب الفلسطيني الذي احتضن المقاومة منذ ما يزيد عن 17 عاما ويدفع ثمن احتضان المقاومة. الإسرائيلي اليوم يعاقب الشجر ويعاقب الحجر ويعاقب الشيء الفلسطيني والطفل وكل مكونات المجتمعية وغير المجتمعية في قطاع غزة لاحتضانه المقاومة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني تحمل الضغط والتدمير من أجل بقاء المقاومة الفلسطينية والتي نرى صنيعها. بعد 9 شهور لا زالت المقاومة الفلسطينية تدك الاحتلال بقذائف الهاون وتقوم بعمليات منظمة. لواء رفح الذي تقاتل فيه قوات الاحتلال، أنا باعتقادي بأن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من الفصائل الفلسطينية تعلمت الدرس من خلال قتال الاحتلال في كافة يعني الأماكن في شمال غزة وفي وسط غزة وفي خان يونس، ولذلك استطاعت المقاومة الفلسطينية استخلاص نتائج عن آلية عمل الاحتلال في مناطق التقدم ومناطق العمل العسكرية، ولذلك نجد الخسائر المتتالية لقوات الاحتلال في منطقة رفح ومن خلال العمليات المركبة ومن خلال يعني عمليات القنص والتدمير واطلاق قذائف الهاون. انا في تقديري ان المقاومه الفلسطينيه لا زالت متماسكه وان المقاومه الفلسطينيه لديها
يعني المزيد من أجل إفشال المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، والأهم من ذلك كله هو وعي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الاحتلال راهن على هذا الوعي كثيرا. هذه العوامل التي تتفضل بالحديث عنها دكتور أحمد تجعل من مهمة الاحتلال مستحيلة في تحقيق أهداف الحرب، ولذلك يبدو أن الأمور قد تتجه إلى إطالة أمد الحرب بسبب عدم القدرة على الحسم وتحقيق الأهداف بسرعة وبالطريقة التي يفكر فيها الاحتلال، ويستعيض عن ذلك بالتدمير الهائل والكبير للأعيان والبنى التحتية وكذلك القتل والإجرام. نحن نتحدث عن قرابة 38 ألف شهيد الآن، عن أكثر من 76 أو 86 ألف مصاب، بالإضافة طبعا إلى أعداد مفقودين وأسرى من قطاع غزة. دكتور وسام، جرى الحديث عن سابقة من نوعها تتعلق بإصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي. طبعا الجيش الإسرائيلي يمر بأسوأ حالاته منذ تأسيسه وإنشائه، بعد أن كان عصابات في 48 وقبل 48، وتأسست هذه العصابات أصبحت جيشا، لكن بقيت بأخلاق العصابات وقيم العصابات الصهيونية. اليوم يجري الحديث عن إلزامية التجنيد لهذه الفئة أو هذه الطائفة المتزمتة، نظرا للعجز الواضح والخسائر البشرية الكبيرة التي مني بها الجيش من القتلى والجرحى. ما أهمية هذا التحول وهذا القرار للمحكمة الإسرائيلية؟ أو نعم، على ماذا يعبر؟ نعم، يعني هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية هو جزء من الآثار المترتبة على هذه الحرب التي خاضتها إسرائيل منذ 9 أشهر، سواء خسارة الجيش لمقاتليها أو خسارة الجيش لنظرية الردع التي كان يهيمن عليها أمام العالم، يهيمن بها على العالم منذ 75 عام. اليوم إسرائيل باتت متفككة اجتماعيا، بمعنى أنه يعني المجتمع الإسرائيلي المكون من عدة يعني طبقات اجتماعية، ما بين طلاب، ما بين علمانيين، ما بين حريديم وهم طلاب المدارس الدينية، ما بين المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، اليوم هذا أصبح يعني طبقية مقيتة ومرفوضة في المجتمع الإسرائيلي. لك أن تتخيل أنه أساسا قضية الحريديم، يعني حتى أنه يعلم السادة المشاهدين، هذا منذ تأسيس إسرائيل من عام 1948 أصدر أول رئيس وزراء لإسرائيل بن غوريون قرارا بإعفاء طلاب المدارس الدينية المتعارف عليهم الحريديم من التجنيد الإجباري ومن الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وعليهم فقط التفرغ للحياة الدينية التوراتية وإقامة الطقوس التلمودية التوراتية كما يدعون. كان عددهم في ذلك الوقت 400، اليوم تتكلم عن الحريديم تبلغ نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي 13%. اليوم يعني عندك 13% إعفاء من التجنيد وإعفاء من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، في المقابل 87% من المجتمع الإسرائيلي عليه خدمة إجبارية سواء في الجيش النظامي أو في قوات الاحتياط. هذا بات يرفضه كل مكونات المجتمع الإسرائيلي. لماذا 13%؟ وليس فقط من الخدمة، وليس فقط يعفون من الخدمة، أيضا معفيين من الوظائف، معفيين من كل شيء، يأخذون رواتب صافية من الدولة، يعيشون على دافعي الضرائب من العلمانيين والمستثمرين وكبار الاقتصاديين في إسرائيل. يعني عمليا هم يعيشون في بلد حياة 5 نجوم. لماذا الآن، لماذا اضطر الجيش أو المحكمة أو الحكومة الإسرائيلية أن تطرح الموضوع وتفرضه على الآن سآتي. الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا الإسرائيلية استبقت تمرير القانون بالكنيسة، حيث أقرته السلطة التشريعية الكنيسة عندهم بالقراءة الأولى، وبنيامين نتنياهو يعني يسرع الخطى نحو إقرار هذا القانون، وهو إعفاء، استمرار إعفاء الحريدين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتم إقراره بالقراءة الأولى، لكن المحكمة العليا استبقت هذا القرار وتصويت الكنيسة بالقراءة الثانية أو وصولا إلى الثالثة، لإنقاذ المجتمع الإسرائيلي من الشرخ العظيم الذي سيصيبه. بات المجتمع لا يقبل أن يقتل أبناؤه في حرب غزة وعلى حدود لبنان، بينما يعفى الحريديم للعام 75 على التوالي من الخدمة العسكرية والموت لأجل إسرائيل. حتى أنهم في مقابلاتهم يرفضون قرار المحكمة العليا في المقابلات معهم، ويقولون لا أحد يستطيع فرض الخدمة العسكرية علينا إلا الرب،
وكأنهم هم وكلاء الرب كما يقولون على هذه الأرض. نعم. ويعتبرون نفسهم حتى ليس شعب الله المختار بالنسبة للعالم. نعم. كله. نعم. وإنما يفضلون أنفسهم على باقي مكونات المجتمع. نعم. الإسرائيلي. نعم. دكتور اسمح لي المقاطعة. دكتور سعد، هذه واحدة من التحولات المهمة التي تسببت فيها الحرب، واحدة من نتائج الحرب. هناك نتائج كثيرة جدا حصلت سواء على مستوى الكابينت أو تحصل وتتفاعل على مستوى التجمع وما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي. هذه القضية التي تحدثنا عنها واحدة منها، وهناك تفاعلات أخرى كثيرة ستظهر تباعا هناك. لكن باعتقادك، كيف، ما هي الآثار التي تركتها الحرب على التجمع والمشروع الصهيوني في الآونة الأخيرة؟ نعم، يعني دعني أقول أن هناك العديد من الإشكالات التي كانت تجتاح المجتمع الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر، منها قضية الحريديم التي كانت مطروحة منذ فترة قبل الحرب، ومنها أيضا قضية القضاء وتدخل القضاء وتدخل المحكمة العليا في إسرائيل، ومحاولة يعني نتنياهو وحكومته اللعب على هذا الموضوع. وكلنا نذكر ما قبل 7 أكتوبر، كان هناك تظاهرات كبيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي ضد هذا التوجه. ما بعد 7 أكتوبر، على ما يبدو أن الأمور أخذت طابعا أكبر وتعقيدا أكبر. قضية الحريديم أصبحت الآن في يعني عين الهدف في المجتمع الإسرائيلي، والجميع يتحدث عن هذا الموضوع. وهناك عدة جوانب لهذا الموضوع، كما ذكر ضيفك الكريم في الاستوديو. أحب أن أضيف بأن يعني سواء كان ساحية هنجبي أو إدري الذي يمثل حركة شاس في الحكومة، هم من الداعمين الأساسيين للحكومة، وبالتالي الضغط على نتنياهو كبير جدا. بالأمس كان هناك تصريح لهما الاثنين يقولان فيه بأنهما يعني إن انسحبا من الحكومة سيبقون على الدعم لحكومة نتنياهو على الأقل كي لا تسقط في الكنيست. على كل الأحوال كان هناك اتفاق ما بين نتنياهو، ما بين درعي وتساحي نجبي، على أن يتم تجنيد فقط 30% من الحريديم الطلاب المدارس، على أن تستمر الحكومة في دفع المستحقات لهذه المدارس الدينية وأن تعطيهم الرواتب وإلى آخره. هذا على ما يبدو كان نوع من الاتفاق، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن نتنياهو والمتدينين بأن المحكمة العليا تقدمت بهذا القرار وذهبت باتجاه فرض موضوع من ناحية قانونية على الأقل فرض موضوع التجنيد. فهنا الأمور بدأت فعلا بالتشظي. لكن القضية الأهم باعتقادي بأنه قلنا أن منذ 7 أكتوبر هناك تغيرات كبيرة جدا على مستوى المجتمع الإسرائيلي الداخلي وتفتت. يا سيدي، لأول مرة إسرائيل تخوض حرب ويكون المجتمع الإسرائيلي متفتت وغير مصطف خلف الحكومة كما هي العادة. كل الحروب السابقة، حتى الحروب مع لبنان أو في غزة بالعام 14 والعام 2008 والعام 21، يعني عمليا كانت تقف كل الاتجاهات السياسية بما فيها المعارضة خلف الحكومة حتى إنجاز المرحلة وإنجاز هذه الحرب. في هذه حرب الإبادة الآن بعد 7 أكتوبر، هناك تشظي كبير في المجتمع الإسرائيلي، وهناك معارضة الآن تطالب وبشكل قوي جدا. ونحن نتحدث عن صباح هذا اليوم التصريحات التي أتت من أهود باراك ومن غيره من الشخصيات الأساسية والمهمة في المجتمع الإسرائيلي التي تطالب باستقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبأن نتنياهو شخصيا يقود إسرائيل نحو الكارثة. يعني هذا الجديد الذي حصل في المجتمع الإسرائيلي. أضف إلى ذلك التظاهرات اليومية. يعني هذا اليوم، صباح هذا اليوم، كان هناك تظاهرات في 50 موقع في داخل الكيان لأهالي الأسرى الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن وإخراج الأسرى. كذلك الأمر، هناك تظاهرات لأهالي الجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وتحديدا الاحتياط. لكن يبدو دكتور هذه التظاهرات غير ضغطة بما فيه الكفاية على الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. هل تتوقع أن تزيد ضغطا مثلا أو أن يستجاب؟ نعم،
بالتأكيد بالتأكيد، يعني لأنه هناك حراك سياسي داخلي في إسرائيل الآن بدأ يتبلور. من جانب نحن نتحدث عن المعارضة والتي أصبحت الآن تضم حتى كافة أطياف الأحزاب الإسرائيلية بما في ذلك جانس وليبرمان ولبيد وغيرهم من المعارضة الذين أصبحوا الآن يشكلون نوع من الضغط السياسي في الكنيست وفي غير الكنيست، وهناك أيضا الجمهور على الأرض. يعني إذا أخذنا مقارنة ما بين بداية الحرب وما بين الآن، المظاهرات كانت إلى حد ما خجولة في البداية، كانوا المطالبات بإطلاق سراح الأسرى ولكن لم تكن بهذه القوة. الآن هناك قوة ومواجهة من قبل الشرطة الإسرائيلية لهذه التظاهرات، حتى بالقمع والضرب، والمتظاهرين أصبحوا أيضا أكثر عنفا. التحليلات في إسرائيل تقول أنه إذا ما خرج ما يقارب 1,000,000 هذا سيكون كافيا لإسقاط الحكومة. حتى الآن لم نصل إلى هذا الرقم، ولكن الأمور بتصاعد والشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي يتسع. نعم، ابقى معنا دكتور لو سمحت. دكتور وسام، حتى ننتهي من هذه المسألة النقطة على الصعيد الإسرائيلي، هناك عوامل كثيرة قد تؤثر ولا تؤثر، لكن نتنياهو مصمم وماض في عدوانه على قطاع غزة، طبعا بالإضافة إلى الحكومة معه وليس شخص بالنهاية، ولكن هناك اختلاف أيضا مع الأمريكان بهذا الخصوص، وهذه التباينات لم تؤثر. يعني اليوم نحن نتكلم عن قضية الحريديم، هناك تحالف مع نتنياهو يرفض أصلا مشاركتهم في التجنيد، بينما جالانتي يقبل بذلك رغم أنه يعني هو الذي يقود الحرب عسكريا، وهناك مبادرة أمريكية وهناك دعوة من مجلس الأمن لا يستجاب لها. يعني بين محاولة التغلب على العوائق أو العقبات الإسرائيلية، يحاول نتنياهو أن يمضي قدما في هذه الحرب. باعتقادك ما التوقعات الخاصة بهذا الموضوع إسرائيليا؟ إسرائيليا نتنياهو يقود الدولة كلها إلى الانهيار. هذا ليس مجاز وإنما الحقيقة والوقائع داخليا وخارجيا بخصوص إسرائيل تدلل على ذلك. داخليا تفتت طبقات المجتمع وآخرها قضية الحريديم، حتى أن وزير الدفاع يوف جالانت نفسه يريد تجنيد الحريديم رغم أنه من حزب الليكود ومن أشد الداعمين لبنيامين نتنياهو في هذه الحرب، وقد اختلف مع رئيس الوزراء نفسه في خلال الحرب في أكثر من مرة وعلى الهواء مباشرة، يعني كانوا يقيمون مؤتمرات صحفية منفصلة. على الصعيد الثاني، أهالي الجنود الإسرائيليين النظاميين يدعون أبنائهم إلى رفض العودة للخدمة العسكرية في حرب غزة إذا لم يتم إقرار قانون تجنيد الحريديم، يعني رفض عدم إعفائهم. لذلك هذه التفرقة العنصرية في داخل المجتمع الإسرائيلي تعمق الأزمة أكثر. أما خارجيا فإسرائيل خسرت على أمام منظمة الأمم المتحدة، أدرجت على القائمة السوداء. جلعاد أردان قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. التصريحات المسيئة في أكثر من موقف ضد الأمين العام للأمم المتحدة. على صعيد محكمة العدل الدولية، لم تستطع إسرائيل الدفاع عن نفسها ودفع عن نفسها تهمة الإبادة الجماعية أمام 15 قاضيا بتهمة الإبادة الجماعية، ألحقها إلى محكمة الجنايات الدولية. رغم تأخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من 8 شهور على طلب إصدار مذكرات اعتقال، إلا أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال ومتوقع خلال هذا الشهر، ممكن قبل إلقاء نتنياهو لخطابه أمام الكونغرس الأمريكي، أن يصدر مذكرات اعتقال عبر الدائرة التمهيدية. نعم، وبالأمس صرحوا عن ذلك. هذه الخطوات التي يعني تواجهها إسرائيل لأول مرة في تاريخها، سواء أمام محكمة العدل الدولية، أمام محكمة الجنايات الدولية، أمام قطع العلاقات الدبلوماسية، أكثر من دولة أعلنت قطع علاقات دبلوماسية واقتصادية ومنها تركيا. الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية من 4 دول أوروبية، هذه مواقف متقدمة لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حساب الرواية الإسرائيلية، سواء الرواية الإعلامية أو السلوك السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي عبر السيطرة على العالم كله. وكان آخره في نهاية فترة ترامب، الرئيس الأمريكي ترامب،
قطار التطبيق العربي التي انطلق الذي انطلق مسرعا الى ان اتى يعني جو بايدن. وكما تفضلت ايضا اعود الى مقدمتك، وكأن المشروع الاسرائيلي الامريكي اكتمل بالسيطره على الشرق الاوسط. نعم. واذا بهذه الحرب وبهجوم 7 أكتوبر يعيد القضيه الفلسطينيه على طاوله العالم من جديد، سواء مجلس الامن الذي اصدر قرارات بوقف اطلاق النار ولم تلتزم اسرائيل، او محكمه العدل او محكمه الجنايات، واليوم يتورطون على حدود لبنان. الردع الاسرائيلي، نظريه الردع، هذا اخطر ما في الحرب، هو ان نظريه الردع الاسرائيلي تآكلت. اسرائيل بات الكل يتجرأ عليها، ليس فقط غزه، غزه، لبنان، العراق، اليمن، كل المحيط. ودوليا الامم المتحده تكلمت بشكل واضح، المسؤولون في اكثر من من من, من مجال تكلموا بشكل واضح حول الجرائم الاسرائيليه والاباده الجماعيه، ووجود محكمه العدل الدوليه مع انها لا تغير في مسار الحرب او يعني لا تلزم اسرائيل، لكن هي في الحقيقه اساءه لوجه اسرائيل وديمقراطية إسرائيل المزعومة. بالضبط، هي إساءة وكتابة صفحة سوداء في تاريخ إسرائيل بدلا من الصفحة البيضاء التي كانت تدعيها طوال 75 عام. اليوم إسرائيل ترتكب جرائم لا يمكن للتاريخ نسيانها، كما هم يعني كل سنة يقيمون طقوس حول ذكرى النازية. اليوم إسرائيل أعلى رقم في قتل الأطفال لإسرائيل، أعلى رقم في قتل النساء في العالم إسرائيل، أعلى رقم في قتل الصحفيين في العالم إسرائيل، أعلى رقم في تدمير الأعيان المدنية، كل الأهداف التي ليست عسكرية ومجرم استهدافها إسرائيل، أعلى رقم في يعني الاعتقالات والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري والتهجير القسري أيضا إسرائيل. هذه الجرائم التي ترتكبها بات يعني غير مستوعبة من كل العالم، بما فيها أخي يونس الدول الحليفة لإسرائيل. اليوم لما نسمع موقف ألمانيا وموقف فرنسا بعد قرار الجنائية الدولية أنه إذا ما وطئت أقدام يوآف جالانت أو نتنياهو أراضي ألمانيا أو فرنسا فستكون مضطرة لتنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية، هذا لم تكن تحلم إسرائيل بتاريخها أن تصل إلى هذه اللحظة. لذلك يعني أمد هذه الحرب كلما طال كلما خسرت إسرائيل أكثر، وعمليا كما قال الدكتور سعد هي تغرق أكثر فأكثر، ليس فقط في حرب غزة وإنما في قلب الشرق الأوسط الذي نعم. أرادت منه أمريكا أن تكون إسرائيل مستوعبة من كل الشرق الأوسط وخاصة المحيط العربي. هي الآن منبوذة، هي دولة أصلاً تصنف أنها دولة منبوذة ودولة مارقة بالمعايير، فما بالك عندما تكون منبوذة في الدول الأوروبية بين الدول الأوروبية ومنبوذة لدى الطلاب الأمريكيين طلاب الجامعات التي لم يحلم بها بايدن أصلاً أن تهب جامعة جورج واشنطن وهارفرد وكبرى الجامعات الأمريكية العريقة ضد إسرائيل وضد سياستها وضد جرائمها. طيب. باعتقادي هذه المكونات كلها تصب في الجانب يعني فشل المشروع الإسرائيلي على مدار 75 عام. منذ سنوات دكتور سعد ونحن نطرح تساؤلات كثيرة تتعلق بالوضع الفلسطيني والشأن الفلسطيني الداخلي والمصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي بدا مشروعا أضعف مما تصوره الفلسطينيون. يعني هناك تصورات لا شك عن إسرائيل، وهناك سرديات صدرتها إسرائيل وصدرتها بعض الجهات العربية والمحلية حول قوة هذه الدولة وإمكانياتها وقدرتها على تحقيق منجزاتها أو تحقيق أهدافها الكبيرة والصغيرة، لكن تبين من خلال هذه المواجهة والمواجهات السابقة ليس لأن الشعب الفلسطيني الأقوى ماديا في هذه المعادلة، بل لأنه صاحب الحق ولأنه لديه إرادة وطنية عالية جدا. تبين أن كثيرا من نقاط الضعف الموجودة في الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بصفة عامة يمكن العمل عليها، وبالتالي إلحاق الخسائر المعنوية والسياسية والقانونية وحتى المادية بهذا الكيان. وما هو حاصل طبعا من منذ 7 أكتوبر حتى اليوم دليل قوي وواضح على ما نقول. ففلسطينيا كيف ترى مواجهة الشعب الفلسطيني وتقيمها بعد 9 شهور تقريبا من هذه المواجهة المفتوحة التي تكبد فيها شعبنا في قطاع غزة خسائر كبيرة جدا وفادحة وتضحيات جسيمة في سبيل الحرية والاستقلال؟ يعني دعني أبدأ من 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. البعض يعتقد بأن طوفان الأقصى هي يعني عملية عسكرية قامت بها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وكفى، وبالتالي هذا كان الرد الإسرائيلي. لكن كما نرى الآن بوضوح شديد جدا
لأن 7 أكتوبر أصبح علامة فارقة في التاريخ الإنساني، وأصبح في التاريخ الفلسطيني أيضا، وبالتالي أصبح يعني مفصل من مفاصل الشرق الأوسط أيضا وعلى الصعيد العالمي. نجحت 7 أكتوبر، ولذلك نسميه الانتصار الأول، نجح في أن يوظف تغيرات حقيقية وجذرية على عدة أصعدة، على الصعيد الفلسطيني الداخلي، على الصعيد الإسرائيلي الداخلي كما ذكرنا قبل قليل، على الصعيد الإقليمي بأننا نرى اليوم جبهة مواجهة مع إسرائيل وليس فقط الفلسطينيون، وعلى الصعيد العالمي بما يحصل الآن على الصعيد القرارات الدولية وعلى صعيد التضامن الدولي والحركة الشبابية والطلاب وإلى آخره. هناك تغير كبير جدا على كافة الأصعدة. إذا ما أخذنا الجانب الفلسطيني، نعم هناك تغير على الجانب الفلسطيني، يعني الشعب الفلسطيني يدرك الآن تماما أن هذا الاحتلال لا يمكن التعامل معه إلا عن طريق القوة، وأن قضية المقاومة قضية أساسية وواجبة على كافة الشعب الفلسطيني أن يقوم بها. الإشكالية الأساسية القائمة اليوم، وفي ظل وجود الانقسام الفلسطيني، للأسف الشديد ما زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تفكر بنفس الطريقة السابقة، ولا يعني تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحديثة الجديدة التي حصلت على الأرض، على الرغم من أن هذه الحكومة وبعد حرب 7 أكتوبر، الحكومة الإسرائيلية أقصد، وبعد الحرب 7 أكتوبر قد وجهت نيرانها ليس فقط إلى غزة وإنما أيضا إلى الضفة الغربية. يعني نحن نرى الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذها الآن، والمستوطنين وحكومة سموتريتش وكونه هو مستوطن، وإيتمار بن غفير كونه مستوطن أيضا، ووزراء آخرين من المستوطنين ماذا يفعلون في الضفة الغربية، وسحب الأموال من المقاصة وعدم إعطائها الفلسطينيين، والهجوم اليومي والاعتقالات والقتل والذبح الذي يجري والتجريف وإلى آخره من الإجراءات التي تجري في الضفة الغربية، والتي هي ليست طرفا في الصراع كما تريد البعض أن يقول، أن هذا صراع حماس والقوى المقاومة في غزة ولا علاقة للضفة، ولكن الضفة أيضا تقع تحت هذه النيران. فعلى السلطة الفلسطينية أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغيرات الجديدة، وأن تعيد الاستراتيجيات، وأن تعيد التفكير في طبيعة المواجهة مع هذا الاحتلال. إذا كانت منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية الهدف الأساسي بالنسبة لها هو تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية، الأسلوب الذي اتبع منذ 30 عاما حتى اليوم بعد أوسلو أثبت الفشل الذريع، وأيضا إسرائيل عمليا هي نقصت في كل العهود التي تتعلق بأوسلو والاتفاقيات ولم تلتزم بها. وبالتالي على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم الركض والبقاء في فلك الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة العربية، وأن تذهب باتجاه شعبها، وأن تفكر بإعادة النظر في الاستراتيجيات للسلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت ضرورة، وهي ضرورة، ولكن ليس على الأساس القائم حاليا، سواء كان بالتنسيق الأمني أو الاحتفاظ من جانب واحد باتفاقيات أوسلو، وإنما على أساس أن تكون داعما للشعب الفلسطيني ولصموده، وأن تكون أيضا داعمة للمقاومة بشكل أساسي. ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى إلى اجتماع استراتيجي يضع استراتيجيات لكل فصائل المقاومة الفلسطينية وكل فصائل منظمة التحرير أيضا، لأن يكون هناك حوار استراتيجي أساسي، إلى أين نحن ذاهبون، ماذا نريد، وما هي سقوفنا، وما هي أدواتنا. هل تتوقع دكتور هل تتوقع حدوث شيء ما من هذا القبيل بعد انتهاء الحرب مثلا، الذي لم يحدث خلال الحرب بطبيعة الحال؟ يعني كيف يمكن أن يحصل بعد الحرب؟ إذا لم يحصل بعد الحرب، إذا لم يحصل الآن، بعد الحرب سيكون هناك نوع آخر من التصرف. دعني أقول الشعب الفلسطيني الآن تحديدا في الضفة الغربية يعني ضاق ذرعا تماما بالسلطة الوطنية الفلسطينية القائمة الحالية، وهو يريد إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير بالشكل الصحيح، ويريد المقاومة بشكل واضح جدا. لذلك
يعني دعني أقول قد تكون هذه النصيحة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية الآن ومن يقوم عليها ومن يعني يسيطر عليها ويملي أموره عليها بأن يفكر الآن، لأن الوقت والزمن ليس في صالحه إذا ما انتهت هذه الحرب، وستنتهي هذه الحرب بانتصار للمقاومة، ولن يكون هناك انتصار لإسرائيل، وستكون هزيمة لإسرائيل. لذلك عليهم التفكير من الآن، التعامل مع الانتصار الفلسطيني. هذا الانتصار سيكون له أثره أيضا على الضفة الغربية، إذا لم يلحقوا بالركب الآن سيكونون خارجه تماما. نعم، أرجو أن تبقى معي في سؤال أخير دكتور بعد قليل. دكتور وسام، كل شيء مستهدف في قطاع غزة، ونحن نذكر بذلك لأن حجم الاستهداف أكبر بكثير من أي مكان آخر من العالم. يعني الحرب في بين روسيا وأوكرانيا لم يجر استهداف عدد من الصحفيين بهذا الشكل مثل ما حصل في قطاع غزة، أكثر من 152 صحفي فلسطيني استشهدوا، طبعا أطباء أكثر من 450 أو 430 طبيب وعامل في القطاع الصحي. وهكذا نحن أمام مجزرة حقيقية في كل قطاعات، كما تفضلت قبل قليل هناك أعيان مدنية كان من المفترض أن تبقى خارج معادلة الحرب تماما، حتى أونروا يستهدفون مؤسساتها ويقولون بأن المقاومة تستخدمها في أعمالها وما إلى ذلك، وهذه طبعا أكاذيب تنفيها أونروا بالمناسبة. فأولا يعني كيف يتعمد الاحتلال، أو لماذا يتعمد استهداف الصحفيين والأطباء والمهندسين والعاملين في النظافة في بلدية غزة؟ قبل يومين استهدف مجموعة من العاملين في قطاع النظافة. يعني نعم، إسرائيل كما قلنا هي النازية الجديدة لهذا العصر، يعني نحن سمعنا عن النازية في التاريخ لكننا اليوم نراها عيانا جهارا نهارا، وتستهدف إسرائيل وبشكل متعمد كل الطبقات العاملة في قطاع غزة، إن كان عمال نظافة كما تفضلت، عمال بلديات، مهندسين، طواقم إغاثة، الذين يحمون المساعدات، كل من شأنه أن يعزز صمود الشعب الفلسطيني في هذه الحرب المدمرة، حرب الإبادة الجماعية، في الحرب التي ترتكب فيها إسرائيل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما قالت المحاكم الدولية، تتعمد إسرائيل استهداف كل هذه القطاعات وعلى رأسها الصحفيين. لكن لماذا الصحفيين تحديدا؟ لأن إسرائيل تريد قتل الأدلة المادية التي تثبت تورطها بارتكاب مجازر إبادة جماعية، تورطها بارتكاب جرائم حرب، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. اليوم في دولة جنوب أفريقيا عندما رفعت الملف القانوني من 84 صفحة، هو موثق أكثر شيء بشهادات الصحفيين وبكاميراتهم وبهواتفهم وبمقاطع الفيديو وبالمقابلات الشفهية مع المواطنين في قطاع غزة ومع ضحايا هذه الحرب. لذلك إسرائيل عمدت منذ 7 أكتوبر إلى منع الصحافة الأجنبية والغربية تحديدا من دخول قطاع غزة، لإقصاء كل الرواية عن المجتمع الغربي والمجتمع العالمي والمجتمع الدولي، ويعني نقل هذه الصورة الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل، لأنها تبيت النية الإجرامية منذ أول يوم حينما قال وزير الدفاع يوآف جالانت: لا وقود، لا ماء، لا غذاء، لا دواء، من أول يوم في الحرب عندما تم تشكيل مجلس الحرب. لذلك هم يبيتون هذه النية، وهذا ما نسميه في القانون الركن المعنوي للجريمة، وهي تبييت النية الإجرامية، اقترنت بالسلوك المادي وهي بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل. إسرائيل تتهم هؤلاء الصحفيين تحديدا في تحقيق أقامته صحيفة الجارديان العالمية، إنه لماذا إسرائيل تستهدف الصحفيين؟ هي عمليا تدعي أنهم يعملون لصالح حماس، وتعتبر إنه كل من يعمل في هذه الحرب وكل من يقاوم إسرائيل بكافة الطرق، سواء بإدخال المساعدات الإنسانية، سواء بنقل الشهادات الحية للضحايا، سواء بتحريك الملفات القانونية. إسرائيل اتهمت جنوب أفريقيا بأنها ذراع قضائي لحماس، اتهمت تركيا بأنها ذراع تنفيذي لحماس، اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة بأنه راعي الإرهاب وأنه يصطف إلى جانب حماس وعموم الشعب الفلسطيني ومقاومته. هذه تهمة إسرائيل الجاهزة التي تسقطها على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى ضحايا هذه الحرب. يريدون قتل الصحافة لأنهم يريدون قتل الأدلة المادية، لا يريدون لكاميرات الصحفيين أن تنقل هذا الإجرام النازي الإسرائيلي الصهيوني الذي لم تعهده كل الحروب. إسرائيل انتهكت كل الأعراف الدولية في الحروب، كل القوانين الدولية،
كل القوانين الدولية الإنسانية، اتفاقية جنيف، البروتوكولات الملحقة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقيات لاهاي، كل هذا انتهكته إسرائيل. لذلك لا غرابة أن تتهم إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لا غرابة أن تدرج إسرائيل أمام الأمم المتحدة على القائمة السوداء، لا غرابة أن يصوت مجلس الأمن بما يشبه الإجماع ما عدا أمريكا التي رفعت الفيتو نحو حق الشعب الفلسطيني في أن ينال عضوية كاملة في الأمم المتحدة، اعترافات الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. هذه التفاعلات جميعها وهذه الخطوات كلها تثبت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حق الشعب الفلسطيني في أنه ينال حقوقه السياسية والمدنية. ولا ننسى ونحن تجاوزنا 260 يوم من هذه الحرب أنه بالأمس أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد الإعلان بشكل رسمي عن المجاعة في قطاع غزة. صحيح. وهذا لم يحدث في التاريخ الحديث، أن يجوع شعب بأكمله عمليا قتلته بأكثر من 79 ألف طن من المتفجرات، ما يعادل 6 قنابل نووية أطلقت على قطاع غزة. اليوم يقاتلوها أيضا بالمجاعة. لذلك إسرائيل تخسر كل يوم كما قلنا. نعم. في أمان كل دكتور سعد في سؤال أخير. دكتور سعد لو سمحت، كيف يمكن استثمار ذلك؟ كنا نتحدث عن المستوى الرسمي، طبعا المستوى الرسمي العربي يعني رفع يده عن القضية الفلسطينية وقال هذا ما عندي، يعني لدرجة أن قطاع غزة يحاصر وتغلق معابره منذ أكثر من 50 يوم الآن على التوالي، ولا يسمح بإدخال شيء، ولا تستطيع دولة عربية أو إسلامية أن تضغط باتجاه إدخال فقط المعونات والمساعدات والطعام والشراب. لكن على المستوى الفلسطيني كيف يمكن استثمار ضعف الخطاب الإسرائيلي وضعف إسرائيل وانهيار صورتها وخطابها أمام العالم، وهي تعاني من كل القطاعات الآن، سواء فيما يتعلق بالأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في عند كثير من الدول الأوروبية، صورتها مهزوزة وتفقد الثقة يوما بعد آخر. هل يمكن استثمار ذلك فلسطينيا بالبعد الرسمي والبناء عليه؟ دون أدنى شك، حتى في البعد الرسمي، يعني في البعد الرسمي الآن يعني معظم التوجه الفلسطيني وتحديدا في السلطة الوطنية الفلسطينية نحو النضال الدبلوماسي، دعني أقول. وهناك نجاحات، طبعا النجاحات هذه حققت نتيجة الضغوط الشعبية والوقفات الشعبية من قبل عدة دول، يعني نحن نتحدث عن كل العواصم تقريبا في العالم وتحديدا في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت في متظاهرات بشكل منتظم وبشكل مستمر. ولكن أضيف إلى ذلك بعد حين قضية الحراك الشبابي والحراك الطلابي، والذي أيضا أصاب عديد الدول حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. البدء التغير في المواقف للجمهور سواء كان في أمريكا أو في أوروبا بشكل حدي، هذا يستدعي الآن العمل على الخطوة التالية. أولا، نكف عن قضية الأوهام بقضية حل الدولتين. حل الدولتين أصبح خلفنا تماما، حتى لو الآن أوقفت إسرائيل الحرب وقالت نحن مستعدين لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، حل الدولتين غير ممكن على الأرض واقعيا. نحن نتحدث عن قرابة 1 مليون مستوطن إسرائيلي يسكنون الضفة الغربية والقدس، نحن نتحدث عن سيطرتهم على القدس الشرقية. هل من المعقول أن يخرج زعيم إسرائيلي في ظل هذه الظروف اليمينية المتطرفة في إسرائيل ويقول أن القدس عاصمة للفلسطينيين؟ هذا غير معقول. وبالتالي التركيز الذي أدركه العالم قبل أن يدركه بعض الفلسطينيين، أنهم أعادوا القضية ليس للسبعة من أكتوبر وإنما للعام 48 وما قبل 48. وبالتالي أحقية وجود إسرائيل ككيان كولونيالي استعماري يجب أن ينتهي. أنا لا أقول هنا ولا أميز ما بين إسرائيل كصهيونية وكدولة كولونيالية عنصرية قائمة على الكراهية والعنف، وما بين اليهود الموجودين حتى في فلسطين، إذا أرادوا البقاء فليبقوا. ولكن هذه الدولة التي تدعى إسرائيل، الحركة الصهيونية، يجب أن تهزم بشكل نهائي وأن تكف عن وجودها كقوة استعمارية. وبالتالي نحن نستطيع التعايش إذا نتحدث عن حل الدولة وليس حل الدولتين. هذا الذي يجب أن استراتيجيا أن نعمل عليه وتعمل عليه السلطة، أن تذهب بهذا الاتجاه. القضية الأخرى المهمة جدا، نتاج الحراك الشعبي
الشعبي في أوروبا وفي أمريكا أن الحركة الطلابية كان لديها مطالب، وليس فقط بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كان تضامنها سحب استثمارات الجامعات من الشركات الإسرائيلية ووقف التعامل الأكاديمي، يعني المقاطعة وسحب استثمارات. علينا أن نستثمر في هذا المجال وأن نحث عديد الدول الأخرى لمقاطعة إسرائيل وسحب استثماراتها منها. هذا ما سيعجل. شكرا دكتور. بكل تأكيد هذا كلام مهم، حتى أن إسرائيل كانت تعتبر وما زالت حركة المقاطعة بيدي أست كانت تعتبرها ليست حركة مقاطعة اقتصادية لها، وإنما حركة مقاطعة ثقافية ومعرفية، وبالتالي تهدد خطابها الكاذب والمفتري. شكرا لك دكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيت زيت. شكري موصول للدكتور أحمد غنيم الكاتب والباحث، كان معنا من القاهرة. شكرا دكتور وسام على بقائك معنا في الاستوديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.